السابق ده، عايز أسأل حضرتك سؤال تاني. في حالة إعلان النتيجة وتسمية الرئيس القادم، إيه موقف الحكومة، المحافظين؟ هل هيبقى في تشكيل حكومة جديدة؟ هل هتكون في حركة محافظين جدد؟ هل برضو ودي عاملة لغط عند الناس، طيب هل برضو لازم يبقى في انتخابات برلمانية سواء بقى بالغرفتين الشيوخ والنواب؟ يعني ايه الوضع هيبقى بالنسبة لهذا الموضوع؟ قولا واحدا، الدستور والقانون واضح في هذا الأمر. اللي هو ايه بقى؟ لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس بإجراء تعديل أو تغيير حكومي أو كل هذه الإجراءات اللي حضرتك أشرت ليها. لا يوجد نص ملزم. هذه صلاحية الرئيس المنتخب، صلاحية كاملة ده بالنسبة للحكومة فقط، بالنسبة للحكومة والمحافظين والانتخابات، هي صلاحية السيد الرئيس. الحكومة والمحافظين والمجالس النيابية. المجالس النيابية هي صلاحية السيد الرئيس. لا يوجد نص دستوري في إلزام على الرئيس بإجراء التعديل. إنما ده عرف إن هو جرى عليه العمل، فدي صلاحية السيد الرئيس في اختيار التوقيت الملائم لإجراء تغيير أو تعديل وزير أو تغيير محافظين. أو تغيير محافظين، لكن مجلس النواب لا، يكمل مدته وبعدين تبقى انتخابات. مجلس النواب مستمر في مدته. ما هو مستمر لغاية 2025، مظبوط يا فندم؟ لكن مش لازم إن هو يتم لا تغييره. ليس بالضرورة أن يصدر. لا يوجد نص إلزامي للرئيس المنتخب باتخاذ أي إجراء في هذا الشأن. طيب هرجع تاني، ساعات كده في الانتخابات يبقى في بعض المحظورات، يقول لك ده اتعمل في الانتخابات يجب إعادة الانتخابات، هل هذا حدث؟ أنا بقول لحضرتك، الانتخابات الرئاسية اللي تمت خلال 10 و11 و12 و17 انتخابات بالداخل هي نموذج يدرس. نموذج يدرس للعالم، وأكيد العالم كله شايفنا، وأكيد إحنا إحنا نفسنا شعرين بالكلام ده. يعني من تابع وراقب وتابع حتى قبل فترة الانتخابات وفترة الدعاية والمساحة اللي موجودة للمرشحين في إبداء برامجهم وبرامجهم على كل القنوات، عقد ندوات ومؤتمرات، الحراك الحزبي الغير عادي في كل الأحزاب، ودي فرصة للانطلاق لترسيخ العمل الحزبي في مصر بالشكل ده. طب احنا نقدر نعمل اهو، طب الأحزاب بتتحرك، طب ما نقدر نعمل نقوي العمل الحزبي، نرسخ مفهوم العمل الحزبي بإدماج أحزاب بقى مع بعضها بقى بدل العدد دمج الأحزاب القريبة إلى بعضها في الفكر وفي الرؤية وفي الكلام من ده. ده وارد. الملاحظات اللي حضرتك بتقولي، هل في ملاحظات محظورات محظورات أو 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 ملاحظات على العملية الانتخابية؟ الملاحظات الموجودة لا تذكر بالنسبة للإجراءات والآلات اللي تمت والمتابعة اللي تمت بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات بدءا من إعلان عن موعد انتخابات الرئاسة وفتح باب الترشيح حتى إعلان النتيجة اللي هيتم اليوم. كل ده بيتم وفق ضوابط واضحة، ضوابط صارمة، إجراءات محددة. كل حد عارف هو مكلف في ايه وبيعمل ايه. رجال الامن واشقائهم في القوات المسلحه تامين على اعلى مستوى. يعني مفيش حد